عقب تألقه اللافت رفقة المنتخب الجزائري خلال مونديال البرازيل، كشفت العديد من وسائل الإعلام في بلاد سامبا أن المدافع سعيد بالكالام يتواجد ضمن اهتمامات فريق كريسيوما البرازيلي. الناشط في الدرجة ألف والذي أعجب كثيرا بإمكانيات لاعب شبيبة القبائل السابق، إدارة نادي كريسيوما الذي احتل المرتبة 14 الموسم الماضي أرسلت مفادين من أجل الحصول على معلومات بخصوص مدافع فريق واتفورد الإنجليزي والذي ما زال مرتبطا بعقد مع نادي أودينيزي الإيطالي. صفقة انتقال بالكلام إلى صفوف النادي البرازيلي قد لا ترى النور بسبب العديد من العوامل، من أهمها صعوبة الاندماج في الأجواء البرازيلية، بالإضافة إلى مشكل اللغة الذي قد يعرقل انتقال الدولي الجزائري، إضافة إلى أن نادي أودينيزي يريد استرجاع لاعبه بعدما تألق بشكل لافت خلال مونديال البرازيل.